السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي، برنامج نظرة حول الاقتصاد. ويسعدني في هذا المساء أن أستضيف الدكتور محمد زين آدم البشر، محاضر في العلوم الاقتصادية بجامعة أنجمينة وبعض الجامعات الأخرى. في البداية نرحب بضيف الكريم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ محمد حسن عبد الرسول. شكرا لك على هذه الاستضافة، والسلام عليكم السادة المشاهدون. أهلا ورحب بك دكتور، وتلبيتك الدعوة لحضور برنامج نظرة حول الاقتصاد. السادة والسيدات، في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع مهم، هو موضوع الضرائب، يعني مفهوم الضرائب وما هو الضرائب وما أهمية الضرائب وكيف يتم دفعها. إذا هذه الأسئلة يجيب إليها الدكتور محمد زين آدم البشر. في البداية الدكتور، طبعا نحن في هذا البرنامج برنامج نظرة حول الاقتصاد، نريد أن تحدثنا عن الضريبة وما أهمية الضريبة، وفي مستهل هذه الحلقة نريد أول أن تعرف السادة المشاهدين أن تعريف أو مفهوم الضرائب بصفة عامة. نعم الأخ محمد حسن عبد الرسول، الضرائب هي فرض أو اقتطاع مالي تقتطعه الدولة بصفة مباشرة وتستخدمها في تحقيق الأهداف العامة للدولة. ده مفهوم الضرائب. من خلال هذا المفهوم أن الضرائب تستخدم لتحقيق الأهداف العامة أولا. الشيء الآخر أن الضرائب تقتطعها الدولة، لا يقتطعها شخص آخر الدولة. لكن كيف نعرف هذه الدولة؟ الدولة لا تعرف إلا بشيء واحد، بالختم تبع الخزينة العامة. يعني مثلا بيجيك واحد بيقول لك يا أخي ادفع لنا ضرائب، بدفع لك ضرائب، أنت من؟ فالإشارة أو العلامة التي ممكن ندفع ضرائبنا بها هو الكاشي عن التريزور، تريزور بيبليك، ختم الخزينة العامة. أي وصل تجمع فيه الضرائب لازم يحمل ختم الخزينة العامة. نعم جميل. نعم دكتور. فضل. نعم فضل. ومن هذا المفهوم أن الضرائب تستخدم في تحقيق الهدف العام، ولذلك علينا على كل مواطن أن يدفع ضرائبه بشكل جيد. لماذا؟ لأنه أنت موجود داخل هذه المجموعة، تتضامن معهم وتستخدم جميع الخدمات الحكومية، مثل الطرق، مثل المستشفيات، مثل التعليم، الصحة، كل شيء يستخدم بأموال هذه الضرائب. فلماذا المواطن لا يدفع ضرائبه؟ ده سؤال مطروح. نعم. وكل ما زاد دخل الإنسان زاد استخدامه للمرافق العامة للدولة، والمرافق العامة للدولة ينفق عليها من خلال الضرائب. ينفق عليها من خلال الضرائب. فالخزينة العامة لا يوجد لها إلا مصدر إلا الضرائب وبعض المصادر الأخرى مثل البترول ومثل العطاءات، ولكن الجزء الأكبر بالنسبة لنا نحن فهي من إيرادات العامة للضرائب. جميل دكتور. طبعا الناس تتساءل احيانا، يقول امبو يعني، طبعا الضرائب لها انواع. مثلا يعني بحسب حجم الحجم التجاري او حجم البضائع، يعني ما ممكن كل الضرائب تكون يعني مستوياتها متساوية. فنريد ان تحدثنا عن يعني الفوارق بين الضرائب، مثلا ضريبة مثلا الثروة الحيوانية، بهيمة، مثلا ضريبة البترول، ضريبة البضائع، ضريبة مثلا التجار القط، يعني كيف نفرق بين الضرائب يعني؟ نعم. كل ما يدفعه المواطن للدولة فهو ضرائب. كل ما يدفعه للخزينة العامة هو ضرائب. ولكن بقسم الضرائب إلى ضريبة إمبو وإلى رسم تاكس وإلى أماند غرامة. هذه كلها تدخل في الضرائب. ولكن الضريبة، الفرق بين الضريبة والتاكس، بين الإمبو والتاكس، أنه الضريبة تدفع على الدخل بشكل عام دون أن يستفيد منها الإنسان، دون نفع،
بينما الرسم أو التاكس مقابل نفع معين، مثلا رسم شهادة الميلاد، لو ما مشيت وسجلت ابنك لن تدفع هذا الرسم، لكن رسم الوثائق مثلا إذن هذا الرسم لخدمة معينة، بينما الضريبة يدفعها الكل لمصلحة مشتركة دون أن يسأل عنها الشخص، أنه يدفعها مقابل أنه حقق دخل في هذا الوطن، وهو يستفيد أيضا هو يستفيد مع المجموعة من خلال الطرق، من خلال المستشفيات، من خلال التعليم، من خلال الخدمات العامة، فهو مستفيد حتما. نعم دكتور، في في نوعية غير أن أوضحها للسادة المشاهدين. مثلا أنا تاجر بهايم، مثلا عندي ثروة حيوانية ودار نصدرها مثلا لدولة الجوار نيجيريا، أنا لابد أن أدفع ضريبة لأي بهيمة. هنا أنا عندي مكسب، لأن أنا ممكن القيمة دفعتها في أي بهيمة لو صدرتها مرة ممكن أجد فيها أضعاف من لو ما دفعتها يمنع مثلا مرور هذه الثروة من وإلى. فإذا هناك ليس فائدة يعني في المنشآت العامة زي الطرق، لكن هناك فوائد حتى يعني شخصية ترجع للشخص نفسه يعني. نعم بالنسبة لضريبة الصادرات، دي ضريبة صادرات سواء ثروة حيوانية أو بضاعة أو صناعة زراعة صادرات. تمام، هذه الصادرات لازم تكون عليها ضريبة صراحة عشان الخزينة العامة تستفيد من ضريبة الصادرات، وقيمتها أن يدفعها الأجنبي وليس المواطن. أنت عندما تدفعها تضعها على نفس السلعة، ففي الحقيقة الذي يدفعها هو الشخص الأجنبي في البلد الذي يستهلك فيه السلعة، فهو الذي يدفع هذه الضريبة. فضريبة الصادرات جيدة جدا، ولكن لازم ألا تعيق التجارة، يعني ما لازم تكون بشكل كبير، لأنه السلعة بتكون غالية وبالتالي الآخرون لا يشترونها فيذهبون إلى أسواق أخرى أقل سعرا. أيوة ليس أقل ولكن يكون سعر مناسب، ودائما نتابع الأسعار، فلازم ما يبالغ في فرض ضريبة الصادرات أيضا. نعم دكتور، ضيف إلى ذلك مثلا القطاع الزراعي أيضا، مثلا عندنا بعض المنتجين الزراعيين يقومون بتحصيل محصول زراعي لا بأس به، ثم يقومون بتصدير هذه، هل هناك ضرائب في القطاع الزراعي؟ فعلا في ضرائب لجميع السلع، ولكن دائما السلع الضرورية فهي ضرائب بتكون أقل. الضرورية زي هي السلع الأولية تبع الغذاء وكذا، ما يتعلق بالغذاء فبتكون ضرائبه أقل. لماذا؟ لأنه هذه سلع يعني دائما الناس يعيشون بها، بدونها لا بدونها لا يمكن الإنسان يعيش. فلذلك بتكون أخف أقل ضريبة من السلع الصناعية الغالية جدا، مثل السلع الإلكترونية، مثل السيارات، مثل كذا، فبتكون ضرائبها أعلى. تمام. نعم أحيانا في بعض المراسيم أنه في وقت ما ألغيت الضرائب عن السلع الضرورية، سلع الغذاء، حليب الأطفال وكذا، ألغيت الضرائب. هذا شيء جيد جدا. نعم، ونحن عشان نزيد الحصيلة الإجمالية للضرائب فلازم نحسن القانون الضريبي، لازم يتم تطويره هذا القانون الضريبي ضروري. نمنع التهرب من الضريبة، لأن الناس لا يدفعون ضرائبهم بشكل جيد، وصراحة هذا الموضوع هو سيء أخلاقيا جدا أيضا. يعني الإنسان أنت موجود مع الجماعة ومتضامن معهم ولا تدفع هذه الضريبة، فصراحة أنا أحيانا أكاد أن أقول الشخص الذي لا يدفع ضرائبه بشكل جيد يكون مخالف لتعاليم الدين أيضا. أي فعلا، لأنك أنت تستخدم المرافق العامة، تحتاج هذا الدخل، أنت حققته في ظل حماية الدولة، في ظل أمن الدولة. أكيد لولا هذا المجتمع هل تستطيع أن تحقق دخلا؟ مستحيل. لو حماية الدولة هل تستطيع أن تحقق هذا الدخل؟ لا يمكن. فلماذا لا يدفعون الناس ضرائبهم بشكل جيد؟ نعم. فصراحة هذا الشيء متعلق بربط أخلاق العمل مع الأخلاق الدينية. الناس الآن أخلاق العمل شيء وأخلاق الدين شيء آخر، ولكن هذا الشيء غير مقبول. غير أخلاق. فصراحة
الإنسان لازم يدفع ضرائبه، فتكاد تكون مطلوب ديني قبل ما تكون مطلوب قانوني. نعم. ضرائب. ودكتور يعني ما هي أسباب هروب الناس عن، هل مثلا الضريبة هي نسبتها كبيرة، هل تأثر مثلا في النسبة العامة للتجار؟ يعني لماذا الهروب؟ البعض يسلك طرق ملتوية لكن يدفع في النهاية، يدفع هل يدفع نفس القيمة أو أقل لا أدري، لكن في النهاية يدفع. يعني بعض الناس تجدهم يعني هروبهم من الضرائب نتيجة مثلا لأسباب لا ندري. يعني هل أنت إنسان طبعا أكاديمي ولديك يعني تجارب في هذا المجال، نريد أن تحدثنا ما أسباب لتدفع الناس للهروب من دفع الضريبة، لأنها هي حق يعني حق الدولة، وحق الدولة لا يمكن أن يضيع. يعني أولا نعم. فعلا هناك مسؤولية على المواطن نفسه. نعم. وهناك مسؤولية على النظام الضريبي نفسه. نعم. النظام الضريبي يعني كود ديزينبو. نعم. النظام الضريبي يعني هناك قواعد أساسية لازم أن نراعي. نعم. مثلا نعم. لازم يكون واضح لمن؟ ليس لرجال المالية ولكن واضح للمكلف. المكلف بدفع الضريبة. نعم. الشخص الذي عليه أن يدفع الضريبة. نعم. لازم أن يكون هذا القانون واضح جدا غير قامض، مكتوب بلغة يفهمها. أنت تريد الشخص ده يدفع لك ضرائب ولا يفهم، فكيف أنت تعطيه لغة لا يفهمها؟ هدفنا ليس تسقيف الناس، ولكن هدفنا أنه يدفع لنا. اوكي، ما زال تريد ان يدفع لك هذا الشخص، لازم يقتنع بهذا الشيء. أكيد. ولازم يفهمه. نعم. فانت لازم تكتب له بلغه يفهمها لكي تساعده على المساهمه في فهم الضرائب. ده اولا بالنسبه للقانون. نعم. الشيء الاخر انه صراحه في قاعده بتقول الاقتصاد في نفقات جبايه الضرائب. لازم القانون يكون واضح أولا. نعم. ولازم نقتصد في نفقات جباية الضرائب. كيف؟ مثلا نعم. ضريبة قيمتها 10,000. نعم. موجودة في منطقة بعيدة شوي، أنت تبعث لها 10 شخص معهم سيارة. السيارة دي يضعون عليها وقود. يوميتهم كم؟ يوميتهم من 1,000 كل 10,000. نعم. ولو مشوا ما لقوا مباكر عادوا يومين. معنى ذلك نحن لم نقتصد في نفقات جباية الضرائب. نعم. يعني تحصيل الضرائب. نعم. معنى ذلك تكاليفهم أكثر من أعلى من الضريبة. نعم. فما الذي يذهب إلى الخزينة العامة؟ لا شيء، ربما الخزينة تخسر أكثر يعني. برافو. نعم. إذن معنى ذلك أنه لازم الضريبة التي نأخذها من المواطن، ما نأخذه من المواطن. نعم. يجب أن يذهب إلى الخزينة على الأقل 50%، على الأقل مثلا 80%. نعم. أو مثل ما قلت 50%. نعم. لكن الحاصل أنه الذي يذهب إلى الخزينة هو 100%. لا شيء الموجود. لا شيء. أنه الذي يذهب إلى الخزينة هو الأقل. نعم. والمستهل نعم. نعم أكثر تؤخذ من المواطن. نعم. ولكن لا تذهب إلى الخزينة العامة. نعم. وهذه هي الإشكالية في الضرائب. نعم. خاصة لما يكون موظفي الضرائب كسر. ما في صالح رواتبهم. نعم. ستأكل جزءا كبيرا من الضرائب، من حصيلة الضرائب التي يجمعونها. نعم. فهذه أيضا إشكالية أنا لاحظتها في بلدنا موجودة. صحيح صحيح. نعم. نعم. أولا غموض النظام الضريبي. غموض ليس لرجال المالية ولكن للمواطن المكلف بدفع الضريبة. نعم. الشيء الآخر أنه إجراءات جباية الضرائب مثل ما قلت لك أنه لا يوجد فيها اقتصاد في نفقات هذه الجباية. نعم. يوجد إسراف. ده بالنسبة لنظامنا الضريبي. نعم. وإلا بالنسبة للنظام الضريبي ليست معدلاته عالية، نفس الشيء مثل معدلات العالم، لأنه كل نظام مستقى من كل العالم، ما عنده أي إشكالية. والشيء الآخر. نعم. لما الناس يتهربون من دفع الضرائب فيه عدم الوعي بالضرائب، كونها الإنسان يدفعها متضامنا مع الجماعة وأنه حقق الدخل في من ضمن هذه الدولة وواجب عليه أن يساهم في أعباء هذه الدولة، ده الناس لا يفهمونه بشكل جيد. فصراحة حلقتك دي ذات من بس هذا الوعي. نعم. فهذا شيء جيد. نعم.
فلازم الضرائب تكون واضحة، الناس كلها يفهموها، يفهموا هدفها، لماذا أنا أدفع ضرائبي، تمام، وربطها نعم بالتعاليم الدين نعم ف... والوزع نعم الوا... نعم ده بالنسبة للوعي. الشيء الآخر أنه مثل ما كلمت أنه النظام ما مفهوم لهؤلاء المكلفين بشكل جيد. أيضا صراحة في ما في انسجام بين جبات الضريبة، جبات الضريبة يعني الناس اللي بيجمعوا الضريبة نعم. بينهم وبين المواطن العادي، بشوفهم ده كأنه جماعة جايين بس أكيد. بقلعوا منا وكذا أكيد عنف، فلازم نعم. يكون في نعم. لأنه دول بس بنقلوا الواجب تبعك وبنطوا للخزينة العامة، تمام، فلازم يكون انسجام نعم بين يكون في توازن نعم أكيد 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 نعم. دكتور ضيف إلى ذلك طبعا زي ما ذكرت أن الناس حتى الآن يعني تقول أن القوانين نعم. الضرائب في الدولة قوانين قديمة وصراحة لا تلائم الواقع الآن نحن نعيش. ضف إلى ذلك البعض يتهم حتى مثلا العاملين في قسم الضرائب بأنهم يعني دائما تجد موظف قسم الضرائب أنه مميز يعني في شكله في وضعه الاجتماعي في مظهره، فيقولون أن هذه الأموال يعني لا تدار بشكل شفاف. طبعا هذا من خلال استقرانا للواقع المعاش، فأنت من خلال يعني قراءتك للواقع التشادي يعني هل فعلا أن هذه القوانين قوانين الضرائب هي قوانين قديمة تحتاج إلى تحديث؟ طيب إلى ذلك كما ذكرت الآن حتى أفراد الذين يجمعون هذه الضرائب يعني دائما الناس تنفر منهم، دائما يعني في مسألة يعني غلظة في التعامل، فمسألة مفترض تتم اعتيادية. أنا عارف لدي مثلا فواتير الكهرباء، أذهب إلى شركة الكهرباء وأدفع الفواتير، يعني هذه ضريبة، يعني الدولة قدمت لي مثلا خدمات، وفرت لي مثلا ماء أو كهرباء، فبالمثل حتى مثلا أنا تاجر جبت بضايع مفترض أذهب اعتياديا وأدفع، ولكن دائما تحدث يعني أشياء صراحة لا تليق في المجتمع الحديث الآن نحن عايشين فيه. نعم بالنسبة للقانون الضريبي عندنا نعم فعلا عند بعض القوانين قديمة ولكن تم تحديثه هذه السنة بالذات 2021 في قانون جديد للمالية. القانون ده تم اعتماده وصراحة فيه تخفيف، فيه تخفيف مثلا ضريبة دخل الشخص الطبيعي اللي بنسموها ERPP صراحة فيه تخفيض. زمان في معدل تصاعدي نعم. تقريبا 8 شرائح تبدأ ب 20% إلى 25 إلى 30% إلى 40 تصل إلى 60%. الآن تم تخفيف هذا الوضع، مثلا الشخص مثلا الموظف نأخذه على سبيل المثال موظف سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لا يدفع ضرائب إذا كان دخله السنوي أقل من 800 ألف فرنك سيفا. يعني 80 ألف؟ لا 800 ألف سيفا. نعم 800 ألف فرنك سيفا. نعم ويت ساميل. نعم أوكي 160 ألف. أيوة في السنة. نعم برافو. 160 ألف. نعم في السنة. نعم معنى ذلك لو قسمنا على 12 شهر بيجي راتبة 13 ألف في الشهر. اسميك نعم. دول لا يدفعون ضرائب. معفين. ما زاد. المعفي هو المبلغ نعم أقل من نعم نعم ما أقل من 13 ألف في الشهر لا يدفع ضرائب نعم ما زاد على 13 ألف يدفع ضرائب تبدأ بعشرين بالمئة 20% نعم. من 100 شو الأشرية نعم نعم ما زاد تقريبا 3 شرائح نعم كويس ده تخفيف نعم. بالنسبة للشركات أيضا زمان الشركة بتدفع 45% من ربحها الآن اللي بيسموها ES ضريبة الشركات الآن لا تدفع إلا 35% من أرباحها الصافية ممتاز بالنسبة للTVA كمان بعدين نجي عليها أيضا فيها تخفيض إذن الآن في تطوير لهذا النظام في تحديث لنظام الضرائب. بالنسبة لنظام الضرائب أنا بعتقد أنه ما عنده إشكالية كبيرة ولكن الإشكالية أنه فعلا في الطريقة جمع الضرائب وفي الكادر التوظيفي للضرائب لأنه صراحة إذا كان التوظيف تتم بشكل سيء
كمان النتيجة تكون أسوأ. أيوة نعم. النتيجة بتكون أسوأ لأنه الضرائب ده بتحتاج أكيد. أولا تحتاج لفهم قانونية الضرائب، ما بس واحد مثلا بينشي بسوي استاج بس بيعبي استمارات بيعرف تعبية الاستمارات وبيجي بيجمع من الناس ضرائب، الضرائب دي عندها فهم أيضا، عندها معنى، معنى قانوني، معنى اقتصادي، لازم الإنسان الموظف يكون ملم يعرفه ملم بالأشياء. أيوة. نعم. ومثل ما قلت لك أنه كسرت هؤلاء جبات الضرائب، الآن مع الآلات الحاسبة وكذا عملية جمع الضرائب أصبح سهل سهلنا. فلماذا موظفين كسر جدا و حتى الأساليب إدارة الضرائب وأساليبهم وكذا، فصراحة هذا بنفر الناس وبيجعلهم بيتهربوا أو بيخبئون دخلهم. الدخل الحقيقي ما بيخبئوا. نعم نعم. وخاصة إذا كان في تواطؤ بين بعض العاملين في إدارة الضرائب وبعض التجار، احيانا من اساليب التهرب. نعم. بكون في تواطؤ بيناتهم بيحرر لهم سندات. نعم. ايوه بيحرر لهم سندات انه المبلغ الواجب عليه، بيحرر لهم سندات باغل من هذا المبلغ. نعم. هذه عمليه غش. نعم. ايضا هذه العمليه سيئه جدا، مع انه مدير الشركه او صاحب البضاعه بيعلم انه المبلغ الواجب عليه اكبر من ده وبيقبل بتحرير سند اقل من ده بالتوافق بينه وبين المسؤول من جمع الضرائب، ويتفقون على مبلغ معين، جزء بيعطيه وجزء بيدفعه، وطبعا ده خيانه للدوله، وهذا شيء سيء جدا، غير اخلاقي. نعم. غير قانوني، وصراحه دينيا ايضا تكون مسؤول. أنا يعني انت ما مخول. نعم. لانك نعم. يعني تحاول ان تقلص نسبه دفع الضرائب، لان هذه الضرائب هي للمجتمع كله يعني. نعم. فانت تكون محاسب امام الله سبحانه وتعالى. صحيح. فدكتور طبعا ضف الى ذلك نحن احيانا نتكلم عن الضرائب يعني الاقليميه، مثلا هناك مثلا المجموعه الاقتصاديه لدول افريقيا المركزيه مثلا السيماك، هناك بعض الضرائب التي تدفع، يعني هل هذه الضرائب يعني تختلف دول الاعضاء من دوله لدوله ام هي موحده بين كل الدول اللي بالنسبه لنا نحن مثلا في منطقه السيماك؟ نعم. منطقه السيماك دي هي منطقه اقتصاديه. نعم. وهدفها انه هي التبادل التجاري. نعم. تنقل الافراد. نعم. نعم تبادل. نعم حريه. نعم. انتقال الافراد والعمل. نعم. وكذا. نعم. في قانون بسموه دوان السيماك. قانون جمارك السيماك. نعم. هذا القانون فيه التعريفات الضريبيه للسلع التي تنتج في احدى هذه الدول. يوجد اتفاق سموها نظرية التنسيق الضريبي. نعم. بين الدول، لما تكون دول أعضاء في تجمع اقتصادي بيكون بيناتهم تنسيق. التنسيق ده تنسيق القوانين الضريبية. نعم. بحيث لا تختلف قوانيننا عن قوانينهم. وأي سلعة تخرج مثلا من عندنا أو تأتي مثلا الخشب مثلا يأتينا من أفريقيا الوسطى. نعم. بعض المواد تأتينا من الكاميرون. نعم. ونحن أيضا نصدر. نعم. مثل ما أنت تفضل مثلا الثروة الحيوانية. نعم. فنضع لها ختم. هذا الختم. نعم. معناته إشارة أن هذا المنتج تشادي. نعم. هذه شهادة الدولة منتج. نعم. شهادة المنتج في شان ما يواجه مشكلة. نعم ما يواجه مشكلة. نعم. والضرائب بيكون أخف. فإذا كانت في فرق بين أن تكون ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. نعم. لو كانت ضرائب مباشرة ممكن نتفق على اقتسام هذا المبلغ، مبلغ الضريبة بين الدولتين. بين الدولتين. نعم. أو كمان. نعم. نحن نعفي لهم ضرائبنا وهم يعفون الضرائب. تبادل المثل. نعم. نعم. وإذا كانت ضرائب غير مباشرة فيتم تخفيفها، لأن الضرائب غير المباشرة أنه تدفع شيئا فشيئا، تتبع السلعة. تمام. إذا حبيت مثلا نوضح الفرق للمشاهدين. نعم. بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. نعم. أنه الضرائب المباشرة تقطع من الثروة مباشرة، بينما الضرائب غير المباشرة تتبع الثروة. مثلا شخص دخله 30,000 في الشهر. نعم. لو الضرائب 10% بنشيل منه 3,000. نعم. يبقى له كم؟ 27. 27 بحس بها ولا لا؟ لا بحس. بحس. نعم. انه فعلا 3 أيام دي يدبر حاله. يعني بتكون راتبه نقص. ده في الضرائب المباشرة. مباشرة. نعم. اقتطاع مباشر. نعم. بينما الضرائب المباشرة لا يحس بهذا الشيء، فهي تفرض على سلع الاستهلاك. الغير مباشرة. نعم. الغير مباشرة. نعم. أي سلعة اشتراها فهي عليها ضريبة. بيشيلوها بطريقة غير مباشرة. بطريقة غير مباشرة، أنت تدفعها مثلا ضريبة المبيعات. الشركات تدفع ضريبة مبيعات، معناتها مبيعاتها هي تضعها على السلعة. أوكي.
المستهلك يأتي ويشتري السلعة. مثلا أنت اليوم، أنا دائما عندي سؤال للطلاب في أول المحاضرات، أنه هل دفعت ضرائب اليوم؟ لو سألتك هل دفعت ضرائب اليوم؟ ممكن بعض يقول لي لا أنا ما دفعت، ولكن دفعت. في الحقيقة قد دفع. دفعت لأنه اشتريت حاجة من الزجاجة، اللتر، لتر الوقود الذي وضعته على سيارتك عليه ضريبة. الخبز الذي أكلته عليه ضريبة. الضريبة دي أنت دفعتها، ولكن من دفعها مباشرة. عنك الشركة. الشركة بعدين يشوفوا مبيعاتها. مبيعاتها كم؟ نقول لها هاتي ضريبة مبيعات. فالشركات اللي تستخدم الأدوات الكاتبة وكذا تلقى هناك ضريبة مبيعات مع الفاتورة بيعطوك لها سوا. واضحة كده. دكتور، وصلنا إلى نهاية الحلقة، إذا كان لديك رسالة خاصة للمواطنين بخصوص احترام دفع الضرائب، وأيضا للإدارة المعنية عليها تحديث بعض الأساليب لجمع يعني الضرائب في نهاية هذه الحلقة. صراحة وصيتي لكلنا مواطنين في هذا الوطن وعايشين فيه، لازم ندفع واجبنا الضريبي. الواجب الضريبي يعني ده واجب وطني، نحن نعيش في هذا البلد، نحتاج إلى خدمات الأمن، نحتاج إلى خدمات الصحة، نحتاج إلى خدمات التعليم، فلماذا لا نساهم في هذه؟ وقلت لك كل ما كان دخل الإنسان زائد كل ما كانت واجباته أكبر، لأنه يستخدم هذه المرافق أكثر. فعلينا أن ندفع ضرائبنا. ووصيتي للرجال الذين يعملون في الكادر الضريبي أيضا يسووا لهم دورات تدريبية وكذا، عشان شوية يحدثوا من أساليبهم القديمة. جميل. نعم. السيد سعد، إذن بهذه النداءات التي أطلقها دكتور محمد زين آدم البشر نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نظرة حول الاقتصاد. وفي نهاية أشكر ضيف الكريم على حضور هذه الحلقة وهذه المعلومات صراحة القيمة ليستفيد منها المواطن. وإذا نشكر الفريق الذي أخرج لكم هذه الحلقة بهذه الطريقة. حتى ألقاكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.